سلام الله عليكم ورمضان كريم. إن شاء الله ربنا يتقبل منكم صيامكم ودعاءكم إن شاء الله، وربنا يفرح قلبكم حسب ما قرأتم في عنوان هذا الفيديو وحسب طلبات المشتركين المتكررة. إننا في هذا شهر رمضان نكرر أو نكثر من قراءات الكارما ونعمل فيديوهات كثيرة عليها. هنعمل النهاردة فيديو خاص بكارما الأعداء عامة، سواء كنت رجل بتتفرج هذا الفيديو أو امرأة بتتفرج على هذا الفيديو. كملاحظة بين قوسين، الرجال بيتفرجوا علينا، من فضلكم يعني انتم بتلومونا في التعليقات على اننا ما بنعملش فيديوهات خاصة بالرجالة، فرغم ان القراءة للرجال وللستات احنا بنتكلم بصيغة الانثى لانه ستات كتيرة هي التي تعلق وتثبت وجودها. إذا أنتم رجال عاوزين فيديوهات ليكم أنتم خصيصا، اكتبوا لنا في التعليقات المواضيع التي تهمكم ونعمل عليها فيديوهات إن شاء الله. ملاحظة ثانية، من فضلكم أنا القراءة أعوذ بالله من كلمة أنا لما أعملها أعملها بحرف كذا، فما تبصوش لحرف فلان وفلانة وحرفكم مش عارفة إيه. إذا قلت القراءة بأول حرف من اسمكم اختاروا اسم أول حرف من اسمكم، حتى ولو كان اسم حد تاني معاكم في نفس المجموعة، ما تقعدوش تجروا وراء الأحرف. قلت أول حرف من اسم كذا اختاروا القراءة اللي بيها تبدأ بأول حرف من اسم كذا. دي ملاحظة من فضلكم. أوكي، النهاردة عندنا قراءة الأعداء، كارما الأعداء الذين ظلموكم، سواء أهل إخوة يعني حموات أصدقاء زملاء عمل، أعداء ضروكم في حياتكم، قهروا قلبكم وأحزنوكم وجرحوكم. إن شاء الله حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم، قراءة أولى أول حرف من اسمكم من الأحرف دي أو اختيار الميزان ده. القراءة الثانية اختيار الفانوس ده أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي. أوكي، الأحرف والتوقيت حيكون في صندوق الوصف. عندنا قناة توقيت لأبراج، موجود الرابط بتاعها في صندوق الوصف أو أحد الأدمينات في الشات هيقول تكتب لكم الرابط. كذلك رابط قناة تفسير الأحلام، حاولوا أنكم تصعدوا عدد المشتركين عشان نقدر نفتح بث هناك ونعمل لكم تفسير للأحلام. شكرا. نبدأ على دورك تلا مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الميزان. قبل ما نبدأ بالكروت نشوف الطاقة العامة بتاعتكم. هناخد الكتاب، ناخد روزمانة أو القفة اللي فيها الأدعية. هنا هنختار الدعاء الأول، نفتح الكتاب ده من بدون ما نبص في إيه، نحط الدعاء بتاعكم، الدعاء الثاني، الدعاء الثاني الثالث، والدعاء الرابع. اهو نسيبه هنا كده ونبدا نشوف الطاقه العامه بتاعتكم، سواء كنتم رجال بتتفرجوا على هذا الفيديو او ستات بتتفرجوا على هذا الفيديو. هنخلط الكروت زي ما عودناكم بكروت مادموازيل لونورمان، بعدين نختار الصوره التي تمثل الستات التي تشاهد هذا الفيديو والورقه التي قبلها والكارت اللي بعديه، بعدين كارت الذي يمثل الرجل الذي يتفرج على هذا الفيديو، الكارت اللي قبليه والكارت اللي بعديه عشان نشوف الطاقة العامة بتاعت الرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، وكذلك الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. الستات أهو طاقتكم، هنشوف الرجالة طاقتكم أنتم، كارتكم والكارت اللي قبليه والكارت اللي بعديه أهو. الستات هنا طاقتكم موجودة هنا، دول الستات بيتفرجوا على هذا الفيديو، الرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو اهي طاقتكم. عشان ما تزعلوش هنبدأ بكم انتم الرجالة اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. اوكي، حسب ما اشوف طاقتكم ايها الرجالة، اتأذيتوا من اقرب الناس ليكم، كلام جارح، صديق على وش العدو،
أو عدوا على وش صديق عفوا، سواء من المقربين أو من الناس المحيطين بيكم. في حاجة بتدور بعقلكم عاوزين تعرفوا قرارها أو تعرفوا معناها، في سر مخفي عنكم وعاوزين تعرفوا يعني يا إما مين هو عدوكم، يا إما تعرفوا مين أصل المشاكل اللي أنتم عايشينها حاليا، لأنكم دلوقتي في طاقة يعني ما تشكرش، تعبانين جدا 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 ومقهورين نفسيا وروحيا وجسديا. الستات اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، كلكن انقهرتم من رجل. البعض منكم الرجل ده تعرفتم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الرجل ده موجود في بلد آخر، في فرق سن ما بينكم أو عادات وتقاليد أو يعني فرق في مكان التواجد. غالبا البعض منكم بتعاني من علاقة ثلاثية بسبب رجل أدخل طرف ثالث في العلاقة بتاعتكم، وأصبحت العلاقة بتاعتكم كلها يعني منقلبة رأسا على عقب. البعض الآخر اتقهر من أولاده، البعض الآخر من أقربه، البعض الآخر من أعز ناس إنسان لي. أنتوا الاتنين سواء الرجالة أو الستات بتتفرجوا على هذا الفيديو مقهورين لدرجة أنكم دلوقتي عايشين زي ما نقول إحنا يوم نسخ نفسه يتكرر عليكم، وحاملين الأعباء بتاعكم أو الأحزان بتاعكم والحاجات اللي وجع قلبكم وتجرجروها معاكم يوم ورا يوم. أوكي، دي كانت كطاقة عامة لكم يا أصحاب المجموعة الأولى. نشوف دلوقتي بالكتاب. أول حاجة أو أول دعاء وموجود هنا أو. نشوفه يقول لنا إيه. استغفر الله. دل الشجرة بغير مني، حجب مني ضوء الشمس، اللي كان بيحبني بعد عني، وشافت الناس فيا بعده أذية. ربنا يحس بيا إن شاء الله ويجمعني بالإنسان اللي بحبه ويجمعني معاه في الحلال. ده كان فالكم أنتم يا أصحاب المجموعة الأولى. أول حاجة فيه أمة ورؤية. أصحاب المجموعة الأولى يا إما بتعانوا من نظرة الناس ليكم على حاجات أذياكم كتير، هم شايفينها فيكم مش كويسة، لكن أنتم لا تتصفون بهذه الصفات. البعض منكم ربما حاسين أن عندكم روحانيات، بتحلموا بكوابيس أو اللي بتحلموا به يحصل، وده يعني بأول ليكم حاجات يومين ثلاثة أيام كده تحصل الحاجة دي التي كنتم بتحلموا بيها. غالبا هنا في كلمة حداء، في كلمة أوساخ، وهنا يطوءه الإنسان. أي حداء أوساخ يطوءه الإنسان. زي ما قلت لكم، ناس اتكلموا في عرضكم، ناس شوهوا سمعتكم، ناس أثروا عليكم بطاقة مش كويسة. ربما البعض منكم يعني اتزليتوا، يعني عندكم ذل من طرف إنسان كان قريب ليكم، وغالبا غالبا يعني انتوا ناس واحد فيكم او واحدة فيكم فقدت حداء بتاعها، ضاع منكم حداء او نعل كده زي الحداء كده ضاع منكم، وتعانون كذلك زي ما قلت لكم نظرة الاعداء. اهي النظرة على الاعداء، كذلك تحتها فيه النصرة وانتصار على نظرة الأعداء. يعني ربنا حينولكم إنكم يعني النجاح والانتصار
على الأعداء دول اللي بتعانوا منهم كتير واللي عملنا عشانهم الكارما دي. اوكي، ايه كمان؟ غالبا انتم لما تكونوا عاوزين تعملوا حاجة توصلوا للبير وما تشربوش ميته، دايما تلقوا عراقيل في طريقكم، في اسم صالح، اسم آية، اسم عمر، سلطانة، سلطان. غالبا البعض منكم كذلك عنده روحانيات، يا إما ملوك يا إما جواد. البعض منكم يا إما اتهمتم في حاجة وانتم غايبين على الحاجة دي اللي حصلت، مثلا حصلت مشكلة اتهموكم فيها رغم انكم كنتم غايبين عن المشكلة دي، مش انتم اللي عملتوها، واضح انكم مش انتم اللي عملتوها لكن اتهمتم في ذلك. غالبا الانسانة دي او الانسان ده، الانسان ده اللي اذاكم يكرهكم وعنده صفات قبيحة أهو، قبيحة يكرهه. وغالبا الإنسان ده اللي هو عدو ليكم بيعمل دايما فتنة ما بينكم وما بين الناس، ولربما واحد أو واحدة فيكم اتهمتم بجريمة أنتم بسببها دلوقتي في المحكمة. البعض منكم حرم من الإرث بتاعه أو سرقت أمواله بدون وجه حق. في هنا الواحد فيكم أو واحدة فيكم نذرتم نذر ولم توفوا به ولكن نسيتموه، فأخرجوا صدقة يعني في مكان هذا النذر. البعض منكم يعني البعض لما أقول نذر ما يعرفش ما معنى النذر. مثلا تقول ربنا لو مثلا أتجوز، لو أتحصل على هذه التجارة، أو لو أحصل على الحاجة اللي أنا عاوزها هعمل لك كذا، هخرج صدقة، هعمل، سأساعد مسكين. ده هو النذر، تندروا على حاجة إنه لو اتعملت الحاجة دي هتخرجوا حاجة، فأخرجوا الصدقة مقابل هذا النذر الذي نسيتموه. أوكي، غالبا اختررتم من إخوانكم أهو، يغر إخوانه، يعني خدعتم من إخوانكم، من أقرب الناس ليكم. أو التوقيف، البعض منكم يعاني من توقيف الحال، ومنكم من صلى لدرجة إنه يعني يصلي وعينيه تذرف دموعا، لكن هنا يعني في كلمة سراج المستقيم أو صراط المستقيم، هنا يعني إنه البكاء بتاعكم ده أوقات الصلاة بتاعكم ودعائكم لربنا إن شاء الله هيكون دعاء مستجاب. في إصلاح لمعيشتكم،
سبحان الله كارمن. وفهنا بيقولوا قال الكرماني، شوفوا كده اهي، وقال الكرماني اهي الصلاة الشهادتين. شوفوا زي ما قلت لكم اهي، يأمر الناس بالصلاة أو الشهادتين أو يعظهم، فإن ذلك دليل على الإيمان بالله تعالى والقيام بحقه. يعني أنتم ناس مواظبين على صلاتكم وعندكم ثقة عمياء في ربنا إنه حيجيب لكم حقكم من الناس اللي كسروكم. غالبا الناس اللي ظلموكم دول أحد منهم يتعاطى الخمر، منكم من هو يعاني من سحر الربط أهو، بربط بربط. صبرتم كتير لأحداث مريت بها، والناس دول اللي ظلموكم بيتصفون بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وبالنفاق. البعض منكم حتى طرد من شغله، أو فيه ناس يعني في العمل بتاعكم يتسببون لكم بالأذية. في اسم أميرة، حكمة، حكيمة، حكيم. غالبا الإنسان ده عنده يعني وشين، وش يتملس ووش زي ما احنا عندنا عبارة في الجزائر يقول لك وش غلاس وش ملاس ووش يقابل به الناس. يعني زي ما شفنا في الطاقة العامة بتاعتكم أيها الرجالة، الناس ما عندهم وشين يتقابلكم بوش، لكن أصلهم الحقيقي وش آخر. أوكي. أي أرباب الوظائف، بعض الزملاء العمل، الناس اللي هم بيشتغلوا بيوصلوا كلام قبيح للمدير بتاعكم عشان يهينوكم في العمل. شوفوا بشرة جميلة ليكم، ليكم انتم ان شاء الله، دالة على السنة المقبلة بالخير والراحة ان شاء الله. في هنا اهو على أرض المقبرة، فيه سحر مقابر هنا للبعض منكم من طرف امرأة. الناس اللي ظلموكم يعني شوفوا كده، السجن السجن، هيدخلون للسجن، هيدخلوا للسجن إن شاء الله. في كلمة البئر شجرة دلت المرأة على مطلع الشجرة وجوار البئر الذي فيه يعني تدلو الحبال، تدل الحبال. يعني هنا كمان فيه البعض منكم رمي السحر ده يعني في بئر قدامه شجرة من طرف امرأة. سقوطها بطولها على حجر يصطدم رأسها على صخر فيحطم ويهشم.
هنا البعض منهم من الأعداء ستحصل له يعني يا إما حادثة يا إما يسقط من مكان عالي فيهشم رأسها، يعني يفتت رأسها من شدة الضربة كده. والبعض الآخر أهو العربيات، يعني حدثهم العربيات عربية ورا عربية لحد ما يعني يكون الدماغ بتاعهم رأسهم يعني يتهشم. فهي عدوة لها. فهو محبوس كذلك، كلمة محبوس في دخول السجن. حيأتي الخبر ذلك من إنسان، من امرأة مجهولة، ويشيع الخبر مع الظاهر ما هو مشهور ومشهود عليه. يعني حتجيلكم خبر الكارما دي عن طريق امرأة، يا إما الامرأة دي بتعرفوها يا إما بتعرفوهاش، لكن المعلومة دي حتوصل لكم. البعض منكم عنده مس إذا كانت مملوكة. زوال سلطانه وتفريق أمره وشتات أهله ديكا كارما. زوج ذهب دينه، امرأة تعفن مبيضها يعني ورم في المبيض. نشوف الفعل التاني بتاعكم. اللهم أنت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل بالي وما يضيق صدري، لأجله يا رب وكلتك أموري فاصلح لي شأني كله. إن شاء الله أهو الدعاء اللي عاوز يكتبه أو يدعو به كل يوم. وقفوا الفيديو واكتبوه. كل حقيرة ماكرة. فإنه يمكر مكرا أو يمكر به غيره، يعني كما تدين تدان، اللي اتعمل فيكم حيعمل في الناس اللي ضرموكم. حيأتي اللصوص بيته ويسرقون أمتعة بيته. أهو تدخل بيته اللصوص ويسرقون أمتعة بيته. فإن كان مسافرا فإنه يقطع عليه الطريق. حيث يصاب بجرح عميق أو يوصله ذلك الجرح إلى المستشفى، فيصبح معاقا ذهنيا ومعاقا حركيا، يعني ارتجاج في المخ. مش هنطول كتير لأن الفيديو يتحمل إلا ساعة من الفيديو. في اسم خديجة، ليلى، محمد، صلاح، هو فقطع عليه اللصوص الطريق فخلى امرأته في أيديهم وأفلت بنفسه. يعني الإنسان ده اللي ظلمكم هيحصل له حاجة مش كويسة في السفر بتاعه لما يكون مع أسرته، فهيعمل بأسرته ما لا يحمد عقباه، وهو كذلك، لأنه يعني في الحاجة دي، في الحالة دي أو في الوضع دي هيتسرب أو يهرب، أو يكون
أو هو يريد الهرب. وتصاب تلك المرأة في فلدة كبدها، حيث منذ ولادته أو ولادتها طفلة أو طفل كان يكونان مصابان بمرض خطير يجعله معوقا ومعوقا. يعني الناس دول اللي ظلموكم، الكارما حترجع على أولادهم ويقهرونهم ويقهرون يعني في المشاعر بتاعهم. اوكي، فاضل اتنين. الدعاء التالت: امسح على قلبي يا الله حين انزعج وحين اغضب وحين اتألم وحين ترى ان حيلتي ضعيفة. يا رب هب لي من اللذنك فرحة، فان لا قوة لقلبي الا فيك. اهو الدعاء، وقفوا الفيديو واكتبوا اذا كنتم عاوزين تدعوا به. اوكي، أوفى الخير ليكم إن شاء الله، أميرا نال خيرا من الملك الأعظم إن شاء الله، وربنا يفرح قلبكم. هقرأ لكم الفقرة دي بعدين نكمل الدعاء الرابع. أميرا نال خيرا من الملك الأعظم، وإن كان من الرعية رزق رزقا حلالا، وإن كانت امرأة رأت من زوجها ما يسرها، ومن رأى الشمس طلعت في بيته، فإن كان تاجرا ربح في تجارته، وإن كان طالبا للمرأة أصاب امرأة جميلة، وإذا رأت ذلك امرأة تزوجت واتسع عليها الرزق من زوجها، وضوء الشمس هبة الملك وعدله. ومن كلمته الشمس نال رفعة من قبل سلطان، ومن رأى الشمس طلعت على رأسه دون جسده فإنه ينال أمرا جسيما ودنيا شاملة، وإن طلعت على قدميه دون سائل جسده نال رزقا حلالا من قبل الزراعة. إن شاء الله ربنا ينولكم كل خير. نشوف الفال الأخير بتاعكم والدعاء الرابع. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لي ولأحبتي رضاك، وسعدني وسعدهم بعفوك يوم اللقاء لقاك، واكفني وأكفهم عمن سواك. أهو الدعاء اللي عاوز يكتبه. آمين بفرح كل الجميع. في اسم عمر وحسن إسلام. شوفوا كذا، سينال في نفسه نقصانا وفي ماله خسرانا، يعني هيخسروا كل حاجة في حياتهم. وكآخر جملة يعني نختم بها هذه القراءة، هي قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صدق الله العظيم. وده كإشارة إن ربنا مش هيترك حق أي حد، مهما كان يعني طال الوقت، فربنا حينول الصابر والمظلوم بصبره، يعني انه يعني هيجيب لكم جزاء صبركم. ده في كارما ترجع على الناس دول اللي ظلموكم، وربنا يعوض يعني صبركم صبرا جميلا، يعوضكم خيرا كثيرا وكبيرا، ويحقق لكم كل امنيه غاليه على قلبكم. اوكي، الابراج التي تنطبق عليها القراءه دي:
100%، برج الميزان، برج الحوت، وبرج الثور. 80%، برج الأسد، برج العقرب، وبرج الجوزاء. 60%، برج العذراء، برج الدلو، وبرج الجدي. أما 50%، برج الحمل، برج السرطان، وبرج القوس. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه القراءة. نمر دلوقتي مع قراءة أصحاب المجموعة الثانية. كارما الأعداء الظالمين، واللي اختاروا الفانوس. نشوف أولا إيه الطاقة العامة بتاعتكم يا أصحاب المجموعة الثانية، سواء كنت امرأة تفرج على هذا الفيديو أو رجل يتفرج على هذا الفيديو. يلا هندور على الصورة التي تمثل الستات، الكارت اللي قبله والكارت اللي بعده كطاقة ليكم، وللرجالة كمان اللي يتفرجوا على هذا الفيديو الكارت الذي سيمثلكم والكارت اللي قبليه والكارت اللي بعديه، ونشوف الطاقة العامة بتاعتكم. يلا نشوف أول كارت حيخرج لمين، طاقة مين حتخرج، ستات أو رجالة. ايه ده؟ طاقة الرجالة اتلخبطت مع طاقة الستات. سواء كنت رجل بتتفرج على هذا الفيديو أو امرأة تتفرج على هذا الفيديو، فيه أطراف عديدة تدخلت في حياتكم. رجل بتتفرج، عانيت الويلات بسبب قهر ناس أقرب الناس ليك، زوجة، أخت، أم، أب، جيران، زملاء عمل. يعني نفس الطاقة للرجال وللستات، كمان الستات تكلموا في شرفك، اتهموك بأعمال سحر، اتهموك في شرفك مع في عرضك. الرجالة كذلك يعني اتهموك في عرضك، اتهموك في انك يعني رجل مش ولا بد، اتهموك بحاجات يعجز اللسان قولها، حتى يعني الصفات اللي هم فيها اتهموكم انتم انها فيكم للأسف. غالبا البعض منكم يا اما انتم ناويين تسافروا، يا اما انتم في بلد غير البلد الام اللي انتم ساكنين فيه. اتقهرتم من اقرب الناس ليكم، وغالبا انتم واقفين على في المحكمه مع افراد العيله بتاعتكم او مع الزوجه او مع احد يعني اطراف العيله، بسبب يا اما ارث يا اما قرار انتم بتستنوا يخرج لصالحكم بسبب المشكله العويصه دي اللي حصلت ما بينكم انتم كلكم، سواء كنتوا رجاله او ستات تتقاسمون نفس الطاقه. تدخل طرف ثالث في حكايتكم، أمر معلق في المحكمة ولم يخرج بعد يعني الحكم، النطق بالحكم به، وده كله بسبب امرأة كانت سبب اللي انتم فيه دلوقتي، سواء انت رجل تتفرج على هذا الفيديو أو امرأة بتتفرج على هذا الفيديو. شو دلوقتي بالكتاب، ايه المستخبي ليكم يا اصحاب المجموعة الثانية؟ يلا نعمل زي ما عملنا مع اصحاب القراءة الاولى، نحط الكتاب كده، نخلط الادعية اللي هنا، نختار دعاء واحد، نفتح الكتاب كاستخارة، الدعاء الثاني نحطه هنا، ونختار دعاء ثالث نحطه هنا. يلا الدعاء الأول نشوف هيقول لنا ايه. استغفر الله.
سبت قلبي يعاني وصبرت وحملت إيدي للعالي ربنا سبحانه وتعالى وقلت له يا رب اللي في بالي اللي راه في قلبي اكتبه لي في الدنيا حلالي ويكون حلالي في آخرتي إن شاء الله. شوف الاختيار بتاعتكم، قلت لكم ايه في الطاقة العامة بتاعتكم، سواء كنت رجل بتتفرج او امرأة بتتفرجي، اهو الدليل. الجملة الاولى اقرأوها اهي: الحرام والكذب ونقض العهد. اهي الجملة الاولى: الحرام والكذب ونقض العهد. زي ما قلت لكم ما سابولكمش حاجة ما أذوكمش بيها، اتهموكم بالحرام وهم اللي بيعملوه، اتهموكم بالكذب وهم اللي كذبوا عليكم، ونقضوا العهد واتهموكم انكم انتم نقضتم العهد. شوفوا كده: كلام باطل أو كذب يفتعله، نقض العهد، كلام ساقط، سيصابون بالفقر، يتصفون بالجهلة، وسيأتيهم عن طريق النكاح مرض خبيث وورم طويل، يعني حيصابون بالسرطان والأورام. ودل على السقم والصحة الضعيفة، دي ككارما يعني. انقطاع الراحة واللذة وفقدان الأولاد وكثرة الهم والغم والنكد عليهم، ويخرج كلاما سوء ضدهم، يعني زي ما عملوا معاكم حيعمل معاهم. وحيكون هناك ظهور الأشياء الخفية، يعني في حاجات مبهمة عندكم، يا إما اتهامات يا إما أعمال سحر، ربنا حيفضحهم ظهور الأشياء الخفية. وسبحان الله شوفوا كده، حيكون عندهم أورام وسرطانات لدرجة أنه رائحة قبيحة تخرج من أجسادهم. الهم والحزن، سرق منكم المال سواء إرث أو كنتم عاوزين تساعدوا حد وما رجع لكمش الفلوس دي، وهنا فيه سرقة المال الحرام وكلام قبيح. ويوصفون بجمع المال الحرام، يأكل منه طعاما مطبوخا، عمل لكم سحر في طعام مطبوخ فيه الدقيق والبصل، شوفوا كده: أكل البصل تؤول على 3 أوجه: مال حرام وغيبة وندامة،
وتؤول بشحيح قبيح في كلامه قليل الدين. أبو سعيد، اسم سعيد أبو سعيد. لقوله الله تعالى سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. سورة البقرة الآية 61. فيه البصل، الأكل ده فيه البصل والثوم، والناس دول، المرأة دي أو الرجل ده اللي هو عدو ليكم، لا خير فيه ولا ما يدل فلا خير فيه. يدل على رجل بدوي يثنى عليه بقبيح، يعني يسمى عليه يعني الناس بيقولوا عليه قبيح، فيلتمس شيئا يورثه ثناء قبيحا. يعني الناس دول، الإنسان ده اللي ظلمك أو ظلمك، فيه صفة البدوي، والناس يعني تنعته بالقبيح، وله وستكون له ذرية قبيحة زيه، يعاملونه كما عاملكم أنتم. أو تذبذب صحة الجسم مع حزن وفراق، تعفن أحد الأعضاء بورم حيث تنفر الناس منه بسبب رائحة كريهة تخرج منه، يعني حيصابون بمرض مرض الجلد أو حاجة زي كده، لدرجة إنه يخرج منهم ريحة قبيحة جدا، الناس تنفرهم من شدة قبح الرائحة. في كلمة البصل، اللي هم ناويين على سفر، في فعل كويس لكم هنا، ويدل للمسافر على الصحة والسلامة من السفر إن شاء الله. ربنا يكون في عونكم إن شاء الله، ويتخطى معكم كل خطوة في طريقكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. البعض منكم عمل لكم سحر تفريق، أهو يدل استراق السمع، يعني تنصتون عليكم، واقتباس العلم أو الحقد والغل وفك الرموز من الكلام المشكل من الخط، يعني السحر، والتفريق بين الزوجين، أهو التفريق بين الزوجين، سحر التفريق عمل لكم. في اسم نعيمة، نعمة، رضا، سينالون في حياتهم من الحزن والمصيبة ما لا يرضيهم. وغالبا البعض منكم هم من أهل بيت شريف، الدعاء الثاني دعاء لكل مريض. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير.
أعيد دعاء لكل مريض، ربنا يشفي كل مريض. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. ربي أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللي عاوز يكتب هذا الدعاء يوقف الفيديو، ياخذ صورة أو يكتبه. نكمل الاستخارة لكم. أول جملة: الإنسان وفي وجوده كثيرة سيأتي بيانها، يعني كل حاجة مخفية ربنا سيظهرها للعلن. أي حد ظلمكم ربنا هيكشفه قدام العلن. البعض منهم سيصاب بورم أو سرطان في الرأس، رأسا مقطوعا، ضرب عنق. يا إما الإنسان ده والإنسانة دي هيكونوا هيدخلوا في شجار ويضربونهم على العنق، يؤثر هذا الضرب ارتجاج في المخ، أو يسقطون ويتأثرون بارتجاج في المخ. حيأسي فيمرض ويذهب ماله. فقدان البصر. سيضيع ماله من 10 دراهم إلى 20,000 درهم. في هنا بيت أباب، يا إما سحر مرشوش يا إما حيفقدون أعز حد عندهم. أعتذر. البعض منكم يا إما بتعانت من إجهاض أو عدم الحمل أو مات صغيرها. البعض الآخر أحد الأولاد أو أحد البنات في يعني اتولدوا بمرض يعني التوحد. شوفوا هنا، البعض منكم عمل له سحر في رأس بهيمة، يعني يا إما رأس ماعز أو كبش أو حاجة زي كده، كانت في وليمة كده عشان يعني نحروا يعني دابة، يعني معزة، كبش، طور، حاجة زي كده عشان يقيمون وليمة. أخذوا الرأس، يعني الناس اللي عملكم السحر ده أخذوا الرأس ده وعملوا فيه سحر. كلما يعني يتعفن الرأس ده بالسحر اللي فيه، كلما صاحب المسحور ده يتأثر بذلك الفعل، سواء من ماله أو من صحته أو من ذريته. أي كلمة هلاك. البعض منكم هو أخذ يعني سرق منه يا إما ذهبا أو فضة، أهي ذهبا أو فضة.
البعض منكم منهم عفوا من الناس اللي ظلموكم حيكونوا مثلا في الشارع عشان تشوفوا الكارما ازاي حتيجي. حيكونوا في الشارع، اذا كنتم في بلد فيها حرب سيصابون برصاصة، يعني تحدث لهم إعاقة كاملة في الجسم. إذا ما كنتوش في بلد فيها حرب، الإنسان ده والإنسانة دي حيكونوا في الشارع، حيحصل فيه يعني مشادات ما بين سارق أو قاتل مع البوليس الشرطة، وحتصيبه رصاصة حتؤديه في جسمه لدرجة إنه حيعوق جسده كم يعني كاملاً. أو حيأتي عليه شعاع من نار ورصاص. نشوف الاستخارة الأخيرة، الدعاء الأخير. جاري يا جاري، يلي بابك يلي دارك قصاد داري، ده عندي يا مت، يعني أنا بترجم فيها لأن مكتوبة باللهجة الجزائرية، هقولها باللهجة الجزائرية عشان يفهمها الجزائريين، بعدين أحاول أترجمها للمصري. جاري يا جاري اللي دارك مقابل داري، هذا شحال وعيني في عينك وما نجمتش نبوح لك بأسراري. جاري يا جاري اللي دارك قصاد بيتك قصاد بيتي، ده بقالي كتير وعيني على عينك، لكن ما قدرتش أبوح لك بأسراري. ده الفال بتاعكم. شوفوا سبحان الله، أول جملة أهي. رأى على فراشه كلبا أو خنزيرا فإن فاسقا بإخونه في امرأته. حصلت خيانة هنا في بيت، في عقر داركم. فيك اسم حسن، حسين، آية، نورة، فاطمة، آمنة، سيصابون كما كفعلهم بعضة كلب أو خنزير. مسعور. والناس دول اللي ظلموكم من بينهم امرأة فاسدة غير صالحة ولا متدينة، وغالبا الامرأة دي كانت سبب طلاق رجل من مع امرأته مع زوجها. فإنه يريد أن يجامع امرأته ولا يمكنه ذلك، ولعله مصاب بسحر لا يعطيه عوز في القضيب بتاعه. يعني في هنا في سحر التفريق ما بين الأزواج كذلك. كمان يعني وقف الحال، سحر وقف الحال. إحالة الحالتين أو المرأة أو الرجل أو ابنهما إلى السجن أو على السجن. سيسجن البعض منهم، سيسجن يا إما الظالم اللي ظلمكم سيسجن، يا إما حيصاب بسجن أولاده وسيقهر قلبه عليهم. فمن عامل المكر يعني الحاجة دي يعني الظلم ده اللي ظلمكم كده سيصاب بالمكر، وسوف يحصل طلاق يقع بينهما أو يموت أحدهما. فإنه يصيب سلطانا يعمل فيه الرجال ويقهرهم. يعني ربنا هيجيب لهم اللي أشد منهم ويقهرهم قهرا زي ما قهركم أنتم. والناس دول غافلين عن دينهم.
ستحرق كفيه كما دنس كتاب الله، ستحرق كفيه كما دنس كتاب الله وقول الله سبحانه وتعالى في حق الظالم مع المظلوم، أنه سيأتي بحق المظلوم من عند الظالم بأشد عذاب كان. ودي كانت آخر استخارة لكم يا أصحاب المجموعة الثانية. نشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الثور، برج الأسد، وبرج القوس. 80% برج السرطان، برج الحوت، وبرج الجوزاء. أما 60% برج الميزان، برج الحمل، وبرج العذراء. أما 50% برج العقرب، برج الدلو، برج الجدي. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم رمضان كريم، وربنا يحقق لكم كل أمنية غالية على قلبكم ويشفي غليلكم من أعدائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.